واحد كذاب. قلت له مشاكل حارتنا ما دخلك فيها، لا تدخل فيها، انت امن الحاره وبس. من يومها ما عاد اتدخل، يعني صار على الخفيف خفيف، بس احيانا بيجي قال يعني عامل هو قبضاي. السلام عليكم، في شيء في شيء؟ من له ما في شيء. السلام عليكم، يلا بينصرف. عم بعيونه العمى يا بي. اجاك ضيوف؟ مادة، انت حتحسي انك عم تعملي لي وجع راس وعيهم بالحاره امتى؟ بتعرف انه وقف قلبي لما دريت انهم اجوا اخذوك؟ جاي اقول لك الحمد لله على السلامه، وانا ما عاد فيني اعيش بدونك، من اليوم رح استاجر بيت بالحاره. ايوه اي مثل ما سمعت. شوكات، انت رايدني وانا رايدتك، ليش هيك عم تساوي؟ ما بعرف. لك نادية شوكات، حاجه بقى بكفي. انا بدي اياك، انت بدك يعني، والشرع سامح لك تتزوج تنتين. أنا رح أسكن جنب الحارة كرمالك، يا بتساعدني يا من بكرة رح دور لحالي. شوف أنت في شي لون ما بيلبق لك؟ وظاهر يا ابو عصام انه قلبك تعلق بالمخلوقه وهواك معها وبدك اياها، بس خوفك من اهل الحاره وحكي اهل الحاره، خوفك اكثر انها تستاجر بيت بالحاره مشان ضل جنبك. طب شو عمل شيخي؟ قل لي شو عمل؟ ديننا السموح سمح لنا نتجوز مرتين وثلاثه واربعه، فاتكل على الله وجوزها. ابدا؟ ايوه ايه، جوزها بالسر، وطالما انت مستقيم فما بيهمك يكون ظلك اعواج، خذها بيت بجنب الحارة وهيك بتشوفها وتشوفك. بس يا اخي هي بتطلع بالقرعة. بالقرعة ما في مشكلة، بركي الله إذا كرمك تحاكيها، بركي تقتنع إنها تتحجب. اقنع. ايه بس اوعك تفرض عليها شيها، ديننا الحنيف علمنا ما نفرض شي على حدا، ولازم كل شي يكون عن قناعة، لأنه لكم دينكم ولي دين، ولا إكراها في الدين. حكيها بالحسنى، حكي لها عن عاداتنا وتقاليدنا وأخلاقنا. أبو عصام صارحني، أنت بدك إياها للمخلوقة ولا ما بدك إياها؟ الله ما الحالة وخذوا إلا بالله العظيم. شيخي والله أنا بدي إياها، أكذب عليك يعني، والله بدي إياها، بدي إياها. خلص اتكل على الله وكف لسان الناس عنك. خلص أبو عصام، لا تنسى كمان أنه الحارة بعاستك. شيخي الحارة كل عمرها بعيوني، والله وجوات عيوني، وماني عاطيها فأي، بس تركني منها الله يرضى عليك. شغلة الزعامة مع الزعامة شيخي، من شان الله بلدي. أبو عصام فكر، الله يرضى عليك. إيمتى بدنا نكتب الكتاب شيخي؟ أنت لاقي لها بيت، وبذات اليوم نكتب الكتاب بإذن الله. خلص صار صار. ايه عم عصام، هاي بيت صغير وعلى طلبه، اوضتين ومفروشين، الله وكيلها فارجهم علي، على كيف كيوفة. اخي البيت مو اهل شيء، مو اهل شيء. لا منيح ما شفت شيء. استبينا يعني؟ لا استبينا. ايه خلص استبينا، مش حاجة. اتكلنا على الله. لا اله الا الله. ايه سيدي، قديش كراد هذا بالشهر؟ هذا كراد للتوراة والقرآن عليك. ها؟ ابدا ابدا. ثلاث توراة. ايه بس والله كثير، ثلاث توراة كثير كثير. مو كثير، ما شاء الدنيا شلون طايرة يا عم عصام، الله يخلينا يا رب. ايش والله ثلاث توراة اخي، مع انه البيت كلياته ما بيسمع حشاكيله يعني، وفارشوا على اساس يعني ثقيلك. كله ورقتين ونص زيادة عليه، ورقتين وربع كمان زيادة، بس ثلاث وراء لك هدول لعيونك. خلاص قبلنا أمرك عم بيصام، يعني استبينا؟ لك خلاص استبينا. لا خلاص استبينا تمام أخي.
ألف مبروك سي سكر. الله يخليك يا شيخ. الله يخليك يا شيخ. الله يخليك يا شيخ. أهلين يا معزام. أهلين وسهلين. السلام عليكم. يسلموا إيديكم. الله يعطيكم العافية. ألف مبروك. الله يعطيكم العافية. يلا معكم عمي. مع السلامة مع السلامة. مع السلامة مع السلامة. الله يبارك لك ويبارك عليك ويجمع بيناتكم بالخير. الله يبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك شيخي. والله ما قصرت تفضلت يعني بس مشان الله. هاي الشغله بيني وبينك باذن الله ولو. السلام عليكم. يا شيخي الله معك. مع السلامه مع السلامه. يا رب. الله معكم شيخي. مع السلامه. الله يبارك لي بالقطايف كلها. كلها مبروك علينا شوكت. ماني مصدق انه هاللحظة اجت. كنت مفكرتها بعيدة وانه انا ما رح اقدر احصل على رجال مثلك. ولك وين بعيدة؟ شالها فيها نحنا. استمدي الله. انا ايه الله يبارك لنا بالجوازة. ولي الله ان شاء الله وان شاء الله اني اقدر اساعدك. لكي معلشي لو حديث هلا يعني موته، بس لازم نحكي. هذاك البيت بدي اياه ما يتأثر. اي معلش معلش، بس انت هون بقلبي ملكي، علي الجيري ملكي قطايف، ما راح ينقص عليك شيء. ها اذا بينقص عليك شيء ومن كله. انا اصلا ما بدي منك شيء، بدي تضل جنبي وتملي علي حياتي بس هيك. في حديث. تعي 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 بدك ماكي ماكي جوا. تعي مرت عمي. الله يخليكي روحي نامي، اكيد عمي سهران بالحاره. ابو عصام بحياته ما سهر برات البيت. انا خايفه يكونوا اخذينه مره ثانيه. بعيد الشر يا مو. لا لو كانوا اخذينه كان اجى عصام وخبرنا. هاتون مساء الخير. مساء النور يا عبيد. وين كنت يا ابن عمي؟ والله شغل بالي عليك. وين تكون يعني؟ ماني بحالك. انت وين تكون؟ حتى لك عشا تقبرني؟ لا والله باي مالي نفس مالي نفس. خلص بدي ارتاح. شو بك شوكات؟ شو في؟ احكي لي. ما في شيء. شو بدكم فيه؟ ابني شيء. شو رجعوا طلبوك؟ لا. زعلان مني تقبرني؟ اللي إذا زعلان مني أنا عندي زعلك بالدنيا كلها. والله احكي لي، زعلتك بشي؟ لك لا سعاد شو. لا لا أعوذ بالله، ماني زعلان من شيء. ليش بكي؟ ما شاء الله عنك. لا ما في شيء والله، بس هيك أنا تعبان شوي. بس شو بك؟ فضفض احكي لي، كل عمرك تحكي لي وتفضفض لي. لك يا سعاد حكي الناس. اي والله شيء بيضرب بالنفخ يعني. ينباعوا بالعزة هنن وحكيهم. معلش معلش الواحد بده يتحمل بالاخير. شو بنساوي؟ اهل الحارة بدهم يسألوا وين كنت؟ وين رحت؟ وين جيت؟ وين انضربت على قلبك؟ ما بتعرفي العالم؟ معلش تقبرني، اتعود عليهم، رجع اتعود عليهم. هنن هيك بحبوا يلتوا ويعجنوا كثير، وانت كبير الحارة والمقدر فيهم. خلاص ماشي الحال. شو بنساوي؟ علينا وعلينا. هيك الدنيا ماشي. الله يقدرنا. ماشي ماشي خلص سعاد. طفيلي الضوء. والله أنا هيك حاطط بدني، بس بدي أرخي بدني شوي. ما هذا الشيء هذا يرضى عليك. طيب حاضر. Thank you.
شلون ناديا؟ سي فورميدابل. Ta manière de s'habiller ainsi va beaucoup servir à notre mission. Mes félicitations pour le mariage. En réalité, je te fais venir pour t'annoncer la prochaine étape de notre mission. Je vous en prie. Cette étape consiste à savoir, et surtout par Abu Issam, comment se passe dans le bloc national. Je veux tout savoir, et surtout pour moi, comment Abu Issam communique avec le membre de ce bloc et quelle est sa place dedans. Et n'oublie pas son fils Maltas. Je veux savoir où il se cache. D'accord. La mission doit s'achever dans 3 mois. Je sais. Jean Nadia, tu dois savoir que nous sommes fiers de toi. Non seulement la France, mais aussi le service de renseignement. On compte beaucoup sur votre qualification. Et une dernière remarque. Tu dois rentrer dans toutes les maisons de quartier. Et surtout les maisons d'Abu Zafer et d'Abu Hatem. Je dois savoir tout ce qui concerne le bloc national. Et si tu trouves des tracts ou des publications, ça ira magnifique. Je crois la mission est assez claire. Oui, c'est clair, monsieur le commandant. C'est tout. Nadia, tu es très jolie avec ce voile. C'est bien de penser de mettre ainsi. Tu dois le garder pour toujours. Hein? Ainsi, personne ne te soupçonne. Bon, vous me permettez? Agent Nadia, je dois te féliciter encore une fois pour le mariage. Mais le temps au rebours a déjà commencé. Bonne chance. وين كايني؟ كنت بالمستشفى. كنت بالمستشفى مشان اخذ اجازة. مو انا عروس؟ ولازم اقعد بالبيت هيك شي 10-15 يوم. لك شو انت ما عندك رجال تاخذي شهرة ما تطلعي وما تفوتي؟ بعرف. بس شلون بدي اخذ اجازة إذا ما رحت على المستشفى؟ صار لك زمان هون؟ هي أول وآخر مرة بتطلعي فيها من البيت هيك، بدون شور وبدون إذن. حطيها براسك هي. أنت هلا مسؤولة مني. كل شيء بيخصك بيخصني إلي قبلك. طب ليش كل هالقد بتخافوا على نسوانكم؟ ليش حتى ما نخاف على نسواننا؟ قصدي إنه ليش؟ شو ما بتثقوا فيهم يعني؟ شو هاي ثقة مع ثقة؟ أنا زلمة هيك ربيان. المرة بالنسبة إلي هيك. هيك بدها حماية دخلتها وخرجتها طلعتها وفوتتها أكلتها شربتها لكل نفس فيها أنا مسؤول عنه وبدها تقلي مش هنشوف كرامتها ومشان أعرف أحميها فهميها هيبا برجع بقلك هي أول وآخر مرة تطلعي فيها من البيت على هالشكل يا ما بدي أحسبها غير حسابها إنك عم تجيبي معدلي لا 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 مثل ما بدك خلص هلا شو حابب اطبخ لك؟ ليش انت بتعرفي تطبخي بالاول؟ اي انا اللي بعرف اطبخ حزير شو بعرف ساوي؟ شو؟ حرق باصبعه والله انت بتعرفي تطبخي حرق باصبعه؟ اي انا اللي بعرف اي امي شرفك انا ما فهمت المطبخ الدهن منك يلا بس عندي شرط صغير لا وتشرطي فوقها مو انت حبيبي بيطلع لي اتشرط عليك شو شرطك؟ انك تساعدني بالطبخة شو ها؟ تساعدني بالطبخة ما
خلاص هو بقى بدك تقلي انا بعرف اطبخ ولا لا؟ هاتي لنشوف فاتي. شو؟ لا والله ما بقى شيء. عن جد؟ والله ما بقى شيء. لا ظريفه صحة وهنا. لك وين متعلمه الطبخ انتي؟ عندي رفقات بنات علموني كم طبخه، من الشعلان، من الصالحيه، من القنوات، عندي كثير رفقات هنيك. ايوه شوفي يا بنت الناس، انا هذا البيت ما بيناسبني حدا يفوت عليه، يعني ما بدي رجل غريبة، لا رفقات لا غير رفقات، لا تبعك الشعلان، لا صالحية لا غير الصالحية، الله يرضى عليك يا. يعني هذا بفوت عليه بس ضيف واحد ومخصص لإلي بس. من هذا الضيف؟ خلاص هذا الضيف انت ما بتصير تعرفي عنه شيء اصلا. خلاص مثل ما بدك، مو لازم اعرف مو لازم. هلا هو لازم تعرفي بس انا ما بدي اقول لك. خلصنا. عم فكر شو بدي ساوي لك طبخة على العشاء. بقى شو رأيك تبات عندي اليوم؟ شوفي نحن متفقين نومي بهذاك البيت، بالبيت الكبير مو هون. هلا نفوت بالعي الله يرضى عليكي، نحن متفقين وخالصين منها، صح الحكي؟ صح، بس أنا والله عم اشتاق لك. نومي بهذاك البيت هون ما في. خلصنا بقى. خلص مثل ما بدك.